السلام عليكم ورحمه الله. بعد ما صورنا لكم الخوت القنطره ديال الدوار بن الشيخ، حنا رجعنا للطريق هنا ديال الماسي. المهم باش نقول لكم الرومبلي الخوت غادي يسالي هنا، هادشي اللي كيقولوا. قال لك الرومبلي غادي يسالي لهنا، الرومبلي داك الطريق زعما اللي جاي من الفوق من القنطره غيسالي هنا، وهنا دابا غادي يكون طريق عادي كي غيديروا ليها الله اعلم. المهم هنا كاين الماسي، هادشي كيبان لي ما غيسالي حتى لافان ديال 2024 ولا البدايه ديال 2025 والله اعلم. هادشي راه صورنا عليكم، هادشي جونس إعادة وفي الإعادة استفادة. شحال هادي في الساعة دابا؟ قريب يطيح الظلام. هادي 26 دقيقة، الجو غائم كما كتشوفوا الفوق. الغيوم بغينا الشتاء، الوقت بغات الشتاء اخويا. ما كرهتش انا شي 60 عام ديال الشتاء في المغرب. اكبر مشكل دابا كاين في المغرب، اكبر مشكل كاين في المغرب هو الجفاف. اكبر مشكل كاين في المغرب هو الجفاف. راه هاد الشيء دابا راه كون ماشي الملك اللي دار هاد المحطه التحليات من البحر بحال هادي ديال اكادير، ولا هادي اللي كيقادو دابا في كازا، ولا هادوك اللي دارو في الصحراء، داكشي حق ربي حتى الموت ولاتش. نقسم لكم بالله غادي الموت ولاتش. هادي دابا راه سقاوها قادوها، يلاه سقاوها دابا، يلاه داز الكاميون اللي كيسقي. دوزو ليها ما عرفتي متى، واش دابا هادي فاش سقاوها دابا متى غيدوزو ليها سميتو، غيدوزو ليها داكشي، غيدوزو ليها الكودرون. ايوا راه غيدوزو ليها الكودرون. نصور لكم ديك القنطرة، هنا هاد السبوط على الله العظيم، هنا هاد السبوط، السبوط من نوع تيمبرلاند. شوف بليد إيمج، دارو له هما الإشهار. كامبودج، بعيد عن كامبوديا، هادوك الدول راه واعرين صاحبي. كامبودج، فيليبين، اندونيسيا، كيصرعو هادشي تصبط، ربي ما كنخلي فين نمشي بها هاد الصبط هادا. تيمبرلاند، خصني نشري شي واحد الخدمة، غنشري إن شاء الله كي نتخلص من اليوتيوب، الخلصة الجاية واخا نورمال خصني نخلص بها. كريت ديال التليفون هذا ولكن ماشي مشكل، شريو الصويبات ديال الخدمة بعد هاد التيمبرلاند هذا. أنا راه مكشتري قلت لي هذا خاص خاص باليوتيوب. القنطرة هي هادي، نحاول ننزلو من هنا. شتي سقاوها بس اسميت هنا هاد البلاصه هادي ولدي، هنا سميتو ازرو، ازرو سميت هنا ياك. صافي شكرا يا ابو صافي. نحاول ننزل من هنا، بسم الله. ما
عنديش المونتاج، با دو مونتاج، با دو مونتاج. هي ما ضربت الريكورد في الفيديوهات، جي فرابي لو ريكورد دي موند، لو ريكورد بيرسونيل ديالي انا من ناحية اللي مشي بداك الشيء. ولكن كيبقى اصعب نهار هو داك العام فاش كان شي 52 الحرارة وكيدوزو ديك القنطرة ديال صاحباتي كودار ديال دراكا، كيدوزو ليها موجة زينة سميتو القدرون. ما عرفتش حسيت بالقزح، مناظر من مدينة أكادير، قنطرة واد سوس مع شركة كودار، سفيت شركة مجهزين، طريق ما بين القنطرة ديال واد سوس والبتيت قنطرة ديال دبور بن الشيخ، تراسمو الطريق والمسائل، واحد الجزء منو ماسي، القنطرة ستيب والرومبلي ستيب. هادشي هو اللي كاين الخوت، نتمنى لكم فرجة ممتعة. الفيديو هو تقريبا غيتلاحو شحال ديال الساعة، دابا بقينا حيين شحال ديال 6:30، غيتلاحو حتى ل 7:30 ولا 8 حسب متى غنوصلو دابا. وصلنا للقطرة، ندوزو وحدها القنطرة. داكشي لاخر راه حطو لي بوتر، هما هادو الفوقانيين لي شوفيتر و لي فوي، و لتحت لي سميل لي فوي، عندها شي 20 فوي. داكشي راه حفظنا هادو. إلا كنديرو السبور في هاد القناة هادي منها سبور، منها ادسنس، منها متبعين المشاريع، منها دايرين الدور ديال الاعلام، واخا حنا ماشي اعلاميين ولكن لسنا متطفلين على الميدان، واخا ما قريناش الاعلام ولكن كنعرفوا كنعرفوا ما لنا وما علينا. ما كنجيوش وكنصوروا شي بلاصه وكنتلاحوا تنصوروا، ولا كما ماشي واحدين بغا يصيدوني قال لك دير الدرون، دير الدرون ثاني تصاحبي، علاش ما دير انت الدرون؟ وهذوك اللي كيقولوا لي دير الدرون، دير اصاحبي انت الدرون وصور، وانا اول واحد غادي ندير معاك لابوني ونكتب لك انا كومونتير فيه 700,000 سميتو. راه جيو دير الدرون. القنطرة هي هادي الخوت، قربت للطونوبيله ديالي حتى الماء ما جبتوش معايا، غادي نشرب ديك القلعة الماء اللي بقات عندي وندير لكم الفيديو من تما حتى لكادير. كل طريق مداري جيو دابا مرة نجيو عند هاد الدراري هادو، الله يعاونهم، إيزون في أن ترافاي مونيمونتال أصاحبي، والله العظيم إلا مونيمونتال مقارنة مع الإمكانيات اللي كاينين عند المغاربة. ما عندك ما تسالو، هادشي اللي دارو راه ما عندك ما تسالو. سبور واش من سبور، يا هذا من السبور. هادشي دابا ما تقدرش تصورو دابا بالطوموبيل، ما نزلتيش حتى رجليك صوار هادشي اللي بنعمل. يا سلام، والله العظيم إلا جينا لكم أن فيديوهات في المستوى المطلوب إن شاء الله. اليوم غيتزادو عندي زابوني، القضية غادي مزيان. تحية لمهدي، مهدي حيك، تبعني في القناة. I can't hack my
معك اخويا مهدي، راك عزيز وغالي، عزيز وغالي اخويا مهدي. بصح الطوموبيل باصات ولا ما عرفتش شنو هي هذيك الطوموبيل، 30 مليون شريتها ب 30 مليون وصلت لوالدي. انا خدام في 98 يلاه عندي ديك الطاسيه كي درتي ليها، من اين لك هذا؟ شي ورث هذاك اخويا مهدي ياك، شي وارث مسخوت لوالدي. يلا تفرج تفرج في القنطره، شوف 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 اوليدي القنطره كي دايره، شوف ساعة وحنا كنصوروا راه من قبيلها. يلا الخوت نهاية الإرسال.